أنت لا تستطيع أن تقيم الليل كله. إذا أردت أن تحقق التوازن في حياتك لن تستطيع. قد تستطيع بعض الليالي وقد لا تستطيع. إذن الحل، قال فتاب عليكم. ما هو الحل؟ فقرأوا ما تيسر من القرآن. هي قيام ليل، ولكن عبر عنها بما هو أعظم ما فيها، قراءة القرآن. علم من الذي علم؟ علام الغيوب سبحانه. أن سيكون منكم مرضى، المرض، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ليس بالضرورة السفر، الضرب في الأرض هو العمل، يبتغون من فضل الله. وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قل لي بالله عليك، المسلمون في أي من هذه الفئات هم؟ إما أن يكون مريض، وإما أنه يضرب في الأرض، وإما أنه يقاتل في سبيل الله. هذه هي أحوال المسلمين، وهذه هي أعذارهم وإقامة التوازن في حياتهم ما بين الليل والنهار. طيب النوم، لماذا لم يذكر النوم؟ ماذا تفعل في النهار؟ يا تضرب في الأرض تبتغي من فضل الله، يا تقاتل في سبيل الله. ليس في حل وسط. وعلى فكرة تضرب في الأرض تشمل كل الأعمال الصالحة التي أنت تقوم بها. القرآن يذكرك وأنت تضرب في الأرض بمبادئك. القرآن يذكرك بقيمك. القرآن يذكرك بأوامر الله فيك لا بد أن تمتثل. يذكرك بما ينبغي أن تنتهي عنه وأنت تعمل. فلذلك القرآن ينبغي أن يكون ملازما لك.